ابدا مش رح اعمل اعلان للبرنامج. انا نضال الاحمديه، ايش اهروا لاخبار عن نار هيك؟ ابدا. وقول لهم ينطروني للاخر. مرحبا، اخبار عن نار، نهار جديد وحلقه جديده واكل جديده مع ايا. هاي ايا. هاي زاد. كثير هيك رايحه كانه سهره اوفر دريس اليوم. ايه او بدك تغني راب؟ غني لنا شي راب. اخبار يو يو عن اخبار عن نار. خلص خلينا شي كثير دمار. مثل العاده ايا مع 12 دقيقه لتعملنا اكله اللي بدها تذوقها باخر الحلقه ضيفتنا، وضيفتنا بهالحلقه هي المثيرة للجدل الإعلامية نضال الأحمدية. تقريبا نضال الأحمدية. لا، نضال الأحمدية. وأنت عم تعملي الأكلة مثل العادة بدي أقري لك أخبار وبدك تبعتي لي فويسات لمشاهير. هلا قولي لي أول شيء شو الأكلة ومن شو معمولة؟ اليوم رح أحضر لكم إسكالوب السمك، إسكالوب بفيلة السمك مع سلطة. أها، أوكي. مش يعني 12 دقيقة بيخلصوا ها؟ طبعا. وما في بيض؟ كفي يلا قولي لي شو معموله. المكونات رح نعوز ملح، فلفل اسود، زيت زيتون، نعناع يابس، بابريكا طبعاً، بودره بصل، بقسماط او كعك مطحون، نشا، بيكنج باودر، زيت نباتي، ملفوف احمر، طحين، ثوم، سمك فيليه، وال الحامض او ليمون. عم تلعبي مع مقلاتك مع صديقتك المقلات. لكن الاسكالوب السمك مع السلطه هي الاكله اللي رح تعملها اياها ايا، وبدها تبعث لي فويسات من مشاهير. مين هن هول المشاهير؟ رح خبرك مين هن المشاهير، بس بالاول بدي اقول لك انه ملخبطتهم يعني مش بالتدريج لحتى ما اكون عم ساعدك يعني. المشاهير اللي حابعث لك تسجيلات صوتيه لالهم اليوم هن للممثله المصريه دينا الشربيني، الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني، النجم مايا دياب، النجم الجزائري الشاب خالد، النجم المصريه روبي، الفنان المصري هاني رمزي، الفنانه المصريه سهير رمزي، الفنان حاتم العراقي، السيده ماجده الرومي، والممثل المصري كريم عبد العزيز. لكن هول الاخبار المشاهير اللي رح تبعتي لي فويساتهم، وانا رح اقرا لك اخبار كمان، ما رح يكونوا هينين، رح يكون فيهم اسامي وسنين وارقام وهيك قصص. فنشوف قد ايه بدنا نركز. 12 دقيقه بعد ما نرجع ببلشوا، خلوكم معنا. عشر دقيقة جو. لا لا، ما فيك هيك ابدا، ما فيك هيك. احنا رجعنا باخبار عن النار، بلشت دغري 12 دقيقة، خدعتها لآية كمان، ضيع لها كم ثانية لأنه هي وعم تسمعني عم قول نحن راجعين، ورجعنا بتصير تحضر غراضها، هلا ما حطيتها وقت، فشو عم تعملي؟ خبريني. حطيت طحين شي 3 ملاعق، حاطط له ملعقة كبيرة نشا، حوالي ملعقتين من البقسماط أو الكعك المطحون. كرمال شو هو؟ كرمال الخلطة اللي بدلت فيها السمك. هيدا بيكنج باودر. أوكي أوكي، أنا بحضر أوقات قصص طبخ، أوقات بحطون بالبيض وبعدين بحطون بهو قصص. ما في داعي، لأنه أوريدي السمك الفيلي بيجي شوي وقت، وأنا ما بدي اللاير تكون كتير سميكة عليه. أوكي أوكي، لكن أنتو عم ملح كمان وبهار؟ عظيم. يلا رح اقري لك انا اول خبر، جربي ما تركزي. اوكي. حذر علماء في دراسه من انه كلما زاد عدد اصابات الراس زادت احتماليه اصابته بالخرف، وفقا لموقع ستادي فاينز الامريكي. وقال باحثون من جامعه بنسلفانيا الامريكيه ان اصابه واحده في الراس يمكن ان تؤدي الى الخرف في وقت لاحق من الحياه، وخاصه عند النساء. اوكي، عم تشتغلي كثير بسرعه، معناتها ما رح يخلصوا على القد، بدك تحمل نار قبل، لان النار بده 5 دقائق لحاله معك، بدك تدوري قبل. بعتي لي فويس بعدين كفي شغلك اللي عم تعملي. اول فويس، ما انا القصد انا لبست هول الثياب اليوم كرمال هيك انه بدك تلي حالك. طبعا الحب يملا حياتنا وموجود بحياتنا وبكل اشكاله، حب الأم، حب الوطن، حب الأخ، حب الحبيبة، حب الصديق. أوكي صار ماري دقيقتين تقريبا، رح يصيروا دقيقتين، 10 دقايق، وبعد في 10 دقايق وكم ثانية عندك. بدك هلأ
بس تلت السمك وتقليهم خلصنا، بنكون خلصنا من السمك وتبلشي تشتغلي بالسلطه. صح. ما رح تستعملي لا محضر الطعام ولا خفاق ولا شيء من هون. كانه عم تستهزئ من لهجتي. لا مش عم استهزئ، عم استهزئ من الوقت القليل اللي عندك اياه. عم بتحطيهم فوقهم؟ لا. طيب اصطفلي ما تركزي معي. كشفت بيانات مرعبه عام 2022 أن جزيرة غرينلاند في القطب الشمالي فقدت أكثر من 5100 مليار طن من الجليد خلال 20 سنة، أو ما يكفي لإغراق الولايات المتحدة بأكملها في نصف متر من الماء. وأكد الباحثون أن هذا الفقد الهائل من الجليد ساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 1.2 سنتيمتر في عقدين من الزمان فقط. 1.2 سنتيمتر يا لطيف، يعني فكرنا كيف السمك بسموه بكل الدول العربية سمك؟ في بلدان بيقولوا عنه شو بقول سمج. اه لا هي انه سمك بس انه هي حسب اللهجة اللهجة. لكنة. معقول معقول يكون له تسميات تانية حوطة مثلا، في منهم بسموه حوطة او شيء هيك صراحة ما عندي علم. المغرب العربي او شيء ممكن. حطوا لنا بالكومنتس على قناة على قناة على اليوتيوب على يوتيوب، اكتبوا لنا كومنت وقولوا لنا شو بتسموا السمك عندكم. هلا يمكن كل واحد بيسمع مثلا، في نحن عندنا انواع سمك يعني. صح. الابو سن والسلطان ابراهيم، السلطان ابراهيم والاجاج، طبيب جراح ذاك سلطان طرب، سوري فكرنا غلط. رح تبكي حسيتك ما بدك تحمل الزيت قبل ما بعثي لي فويس. شفتك بس لانه شلحت هيدا، بعثي لي فويسين فويسين. تكرم عينك. ميرسي. كانت المفاجأة بالنسبة لي إن المشهد اللي دهوني أستاذ شريف هو الماستر سين، يعني المشهد الرئيسي للأستاذ العظيم الراحل الأستاذ الكبير أحمد زكي. إحنا اللبنانية يلي لبنان تبعنا لبناني حر مستقل. أوكي معروف الصوت لمين. أما هلأ اللي بيحصل بيني وبينه انه بيغير على امه قوي، وان امه لسه يعني فيها الرمق شويه وكده، فبيبتدي يقلق عليها وبيحصل بقى زي عارفه ازاي زي توم وجيري كده. مش هلا رح تقليهم بلا، بس ناطره الزيت يحمى. قلت بعمل شيء ثاني كرمال ما ضيع وقت. اوكي عم تستفيدي، عم تعملي تايم مانجمنت مزبوط. تعودت. اطلقت هلا بيطلع الصوت الحلو. لا ما بعد ما حميت. أطلقت السلطات التعليمية في مصر مشروع تدريب وتعليم طلبة المدارس على تشغيل وإدارة الأقمار الاصطناعية من خلال نماذج تعليمية صممت لهذا الغرض بهدف تشجيع التلاميذ على دراسة علوم الفضاء والتخصص فيها بالمرحلة الجامعية. ووقعت وزارة التربية والتعليم المصري بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية بهدف نشر الوعي لدى الطلبة وتدريبهم على دراسة ما يحدث في الفضاء من خلال نشر 100 قمر اصطناعي تعليمي على المدارس في مختلف محافظات مصر. كتير حلو، تحية لكل متابعينا من مصر وكل العالم العربي اللي عم يحضرونا، إن كان على شاشة التلفزيون الآن أو على اليوتيوب تشانل. هذا شو بيسموه؟ ملفوف أحمر. نفس الشيء، اكتبوا لنا أنتم شو بتسموه على اليوتيوب، روحوا على اليوتيوب على الآن تي في تشانل على يوتيوب، اكتبوا لنا شو بتسموا الملفوف الأحمر. بلش الصوت الحلو، هيدا الصوت الحلو. بدك تبعتي لي فويس؟ بدك تبعتي لي فويس؟ بعمل شخصية معتز وهو رسام، الرسام مغمور يعني، بس هو حواليه لغز غريب جدا يعني. اوكي بعتي لي نص الفويسات وصار ماري نص الوقت، 6 دقايق بعد عندك 6 دقايق. ان شاء الله ضيفتنا تحب هيدا الشيء وما يكون عندها شيء ضده وتهاجمه وتكتب له مقالات ما بيأثر سكوب وترجع تتصالح معه بعد 5 دقايق وترجع تكتب ضد اللي ضده. يعني شو بدي خبرك عن ضيفتنا قد ايه مثيره للجدل. عم شلك اياهم، عم ضيع لك وقتك. أشارت دراسة بحثية حديثة نشرت في دورية رويال سوسايتي أوبن ساينس إلى أن اعتماد الهرر على البشر على مدى آلاف السنين في إشارة إلى استئناس البشر لها قد أدى إلى تقلص أدمغتها. ووجد الفريق أن حجم الجمجمة
ومن ثم حجم الدماغ في القطط المستأنسة قد تقلص تقلصا ملحوظا على مدار 10,000 سنة الماضية، وذلك مقارنة بأسلافها من البراري. ليه ما عم تعملي معهم مثلا تراتور أو صوص تارتار أو شيء هيك اللي بيلبق للسمك؟ هلا بتشوف شو عم بعمل. وهيدي السلاد صوصتها شو الحامض وال... كتير سمبل بس رائعة، أنا كتير بحبها، من السلطات المفضلة عندي. أوكي، إن شاء الله ما تكون مفضلة عندها. بدك تتركي كل شيء، بدك تبعتي لي فويس، بعد عندك 4 دقائق ونص تخلصي هالأكل. قلبتيهم؟ لا هلا بدي. بس ما كثرتي زيت؟ ايه ما هلسي؟ ما في داعي. لا انا كرانيا ولا روبي تفرق؟ رانيا انا سكولي جيرل ستايل انجليزي، الام صانع البلوفرات. روبي لا، روبي حاجه تانية. روبي في كعب عالي وما اعرفش ايه وكده يعني. روبي حاجه تانية. ايه طب السلطه ما فيها خضره الا هاي؟ ايه ماشي يعني هيدي خس ملفوف يا ربي. روح هيدي هيدا روح يعني كول سلو بلا مايونيز. عم تحاول تضيع لي وقت. لا مش عم ضيع لك وقتي. بدي اقول لك بعد خبر بركي بتضيع وقتك اكثر. ركزي لا وقفي وقفي شوي. اوكي كفي. كشف العلماء في امريكا عن حل جديد يختلف كليا عن الامصال التي تخفي التجاعيد، ووفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، وأشاروا إلى أن حقن الأجسام بدماء الشباب هو الحل الأحدث لمحاربة خطوط الزمن. وقد أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الفئران المسنة أن حقنها بدماء فئران شابة شهدت أجزاء الشادها زيادة في البروتينات المسؤولة عن إصلاح الأنسجة التالفة. عم ركزي يعني كثير حلو. أوكي بدك سادي بشي؟ نسيها. فيني ساعدك تبعتي فويسات؟ بعد عندك 3 دقائق. بدك تبعتي لي فويسين هلا؟ بدك تبعتي لي فويسين؟ دون دغري فورورد نقي وضميناتهم. تمرنت بالبيت لحتى اهزمك كما اللي عم تصير فيه، كما كل اغاني بتوعيد اللي جايين ان شاء الله كلهم تاع فرح، كلهم تاع سلام، وكلهم تاع حب. اوكي اللهجه من الجزائر ما كثير بفهمها يعني. التجديد مش انه انت تنزعي موسيقتنا، التجديد انك تلاقي فكره تتجهي عليها بتراك موسيقى معين، بس ما تنزعي اساس الموسيقى اللبنانيه اللي هي المفروض تبقى ارث لبناني. اوكي لكن من الاخبار كمان اللي لازم تعرفيهم كثير منيح، انه قالت دراسه بريطانيه ان اعطاء الطفل الايباد او هاتف ذكي بقصد تضييع الوقت او تهدئته يفقده القدرة على التحكم في عواطفه ويضعف قدراته التفكيرية. وأوضحت الدراسة أن الأطفال الذين يقضون وقتهم في اللعب مع أبائهم أو ممارسة أنشطة مفيدة يتمتعون بمهارة وقدرات وتفكير أقوى من غيرهم. هيدي أكلت الملفوفة علقت هون لأنه عينك فيها. لا مش أنا عينك فيها. عينك فيها تعشي لقيها من هون. طب كيف تعرفي اذا السمك استوى من هلا؟ هي تقريبا بده الفيلي السمك حوالي 3 4 دقائق على كل ميله، مشان هيك نقيته. شو 3 دقائق؟ 3 4 دقائق على كل ميله. اوكي ومن جوا يعني اذا من جوا بيستوى؟ ما تمد ايدك يعني دفشتني. عم اقول لها من جوا دفشتني هيك. بدك بعد عندك دقيقه ونص، بدك تبعتي لي اخر فويس او فويسين. بدك تبعتي لي فويسين، اخر فويسين بعتي لي اياه. 1 2 فورورد. باي زاد. الناس بتحب انها تسمعنا، يعني مثلا الناس عرفتني بالاغاني المصري، في نفس الوقت عرفتني باغنيه مع شاروخان. الريتم نفسه كان حلو، فكان من زمان الناس الجمهور الخليجي عاوزني اعمل حاجه، فلازم اعمل الاثنين. دي هتبقى ثالث حاجه ليا مع استاذ محمد ياسين، بحبه جدا جدا وشغل معاه ممتع. اوكي هول الفويسات العشر مشاهير اللي بعثتي لي هون. انا بعد عندي خبر واحد بدي اقري لك اياه، وبعد عنا 50 ثانيه تتكوني عامله كل البرزنتيشن وخالصه الاكل كله. صدر في فرنسا مرسوم يحظر قتل الكتاكيت الذكور بعد ولادتها، وهذا القرار سينقذ حياه اكثر من 50 مليون كتكوت ذكر كل عام في فرنسا. ونص المرسوم الصادر في جريده رسميه على انه امام المزارعين حتى نهايه عام 2022 للامتثال للقرار الجديد. وتعد فرنسا المنتج الرئيس للبيض في الاتحاد الاوروبي، ويتم التخلص من الكتاكيت الذكور لانها لا تبيض بطبيعتها، كما انها ليست صالحه لانتاج اللحوم. خلصوا كل الاخبار، خلصوا كل الفويسات، لازم نكون خلصت الاكل. بعد في
تقريبا 11 10 ثواني 10 ثواني لتكون خالصة كل شيء ويكون كل شيء مستوي، لأنه ضيفتنا ما بترحم إذا ما حبيت الأكلة بتحطمك، تركي كل شيء من إيدك. خلصت 12 دقيقة، خلصوا الإسكالوب. شو رأيك بالشكل؟ أحكي ضميرك شي مرة واحدة. أنت أوفر دريست، هيدا شكله مش أوفر كوك، بعده ناي أنا برأيي. تنشوف ضيفتنا بس تدوق شو رح يكون تعليقها، فما تفلوا مطرح لأنه نضال الأحمدية راجعة معنا لتقيمنا يا ماما. رجعنا بأخبار عن النار بآخر فقرة، محل ما بتجي ضيفتنا وهي بتقيم الأكل اللي عملتها آية، الإسكالوب مع السلاد، إسكالوب سمك مع السلاد، وبتسألنا الأسئلة عن المعلومات اللي مرقوا خلال الحلقة. هل أنت جاهزة نستقبل ضيفتنا؟ لك شوي موترة صراحة بس أنا يلا. وأنا كمان بمين غلط مع ضيفتنا أبداً. بدنا كلنا نرحب بالست الإعلامية نضال الأحمدية. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالمطبخ عنا باخبار عن نار ست نضال. اهلا جاد، انت عزيز علي وانت عزيزي علي لهلا. اوعى تغلطي لهلا. ست نضال بالاجمال كيف علاقتك بالمطبخ؟ علاقتي بالمطبخ كثير منيحه. بس علاقتي بمطبخ الاخبار اقوى بكثير. واضح اقوى بكثير كثير واضح. وكمان انا ابن روني اذا كان بلبنان كنت عملت له طبخ كتير، بس منه بامريكا. انا لما اروح على امريكا بطبخ له كل الطبخات. بتروح كتير على امريكا حبيبي؟ بضلك عنده بامريكا تروح رايحه جاي. اوكي طب وفي بزنس بسافر وبرجع؟ طبعا طبعا مش هتروح ايكونومي. طب في شيء اكله بتفضليها بتحبيها اكثر من غيرها؟ بحب المحاشي. ايه نضال بتحب المحاشي، بس كمان بحب الاخبار المحشيه طبعا بالفدايح بالتلت على الفنانين والفنانات. ايه وبحب كمان قلت لك الفدايح ولانه بعد الفنانين بينسوا وبينكروا كيف كانوا وكيف اصلهم، ما رح سمي وبينسوا مين عمل تاريخهم مين صنع تاريخهم. يا ماما كثير مخيف. طيب اذا بدك اذا بدي اسالك انت عزمي حدا من المشاهير على الغداء مثلا، اذا عزمت النجم وائل كفوري شو بتعملي له اكل؟ حبيبي وائل اصحاب انتو كتير. حبيب قلبي وائل بحبه كثير. وائل اذا طلب عيوني بعطيه اياهم قلبي بعطيه اياهم. حبيبي وائل بحبه كثير. طيب اذا بدك تعزمي الممثله باميلا الكيك ما تجيب لي سيرتها. اوعى تلفظ تلفظ اسمها. اوكي هلا بتعتذر او بمشي؟ خلص او بمشي هلا من البرنامج. طولي بالك نعتذر ما كفي الحلقه بعتذر ما رح جيب سيرتها. طولي بالك بس قولي لي ليش اخر فتره وقت طلعتي على التي في كثير دفعتي عن كوساي خوله؟ كوساي حبيبي كوساي حبيبي كوساي لانه هيديك الست ظلمته بالاخبار الكاذبه. كتير ظلمته لكوساي حبيب قلبي كوساي. انا بضلني واقفة معه من هلأ لما بعرف. اوكي طب كيف علاقتك هلأ بأحلام؟ أحلام صديقتي صديقتي وبحبها كتير أحلام. نفسيتها بتجنن. لا أنا أحلام لا سمنة عسل هالأيام. كيف علاقتك بباميلا الكيك؟ عم بمزح عم بمزح. جاد جاد ما تمزح. لا ما بمزح عم بمزح ما تمزح. ما رح عيدها ما رح عيدها هيدا ما بينمزح فيه هيدا الاسم. اوكي طب صديقتك السابقه اصاله لانه هلا بطلته كثير كيف علاقتك انت وياها؟ اصاله بعمرها ما كانت صديقتي. ابدا ابدا اصاله لا ما تجيب لي سيرتها كمان ابدا. اوكي طب انه اصاله اصلا ما لها اصل. ما بدي اجيب سيرتها ما تخليني احكي ما بدي احكي نحن هلا بس انا بعرف انه فاتي على بيتك من قبل. أصالة فيتي عبيتي على السلام. على الانتري ما فاتت. طب كيف ما رأيتها؟ تفوت بالانتري لتوصل شو عم بتحقق معي؟ لا اوكي اوكي هلأ برفع عليك دعوة. لا لا هلأ جيبولي التليفون. خلص 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 هلأ بحكي القاضي بوقف برنامجك كله. اوكي اوكي بعمل لك مش مهدوم بعدني عم بقول عنك انت عزيز علي. طيب فينا نحكي عن شيرين؟ نسيك الشيء الثاني. فينا نحكي عن شيرين حبيبتي. اوكي.
كمان شيرين صديقه كله. حبيبتي انا انبسطت وقتها طلقت ليه؟ ايه طلقت مش ارتاحت ما بدي احكي ما بدك تحكي بس لهلا لتنعرض الحلقه ان شاء الله تكون بعدها مطلقه تما بين انا حكي غير اوكي طب خلينا نرجع على موضوعنا الاساسي اللي هو الاكل اللي عملتها ايا شو رايك فيها كاكله هيدي الاسكالوب اسكالوب السمك مع السلطه مع السلطه حبيبتي ايا انا بحب الاسكالوب طيبه بتحبي شو الاسكالوب حتى بباريس وين ما بروح اوروبا ما بطلب الا اسكالوب بالسمك صحي اسكالوبش كثير طيب اسكالوبش كثير طيب طيب خليك بدي رايك الصريح وتعطيها انا الصريحه تعطيها عليك بتقلي الصريح شو قصدك هي بغير المطارح بتكذب يعني لا هي الصريحه لا انا الاخبار كلها من عندي فعلا يا دعوه برفع اكيد برفع تفضلي كلينكس بيقلي باميلا شو بيقلي بينزل عم ينزل سام سام بدك احط لك علامه لو على خمسه على خمسه بدون زعل لا ما بزعل انا واحد لانه اللي بياكل اسكالوب باوروبا وباريس مش مثلها مش مثل الاسكالوبون الاسكالوب الاسكالوب طيب حضرتك قدمتي قبل برامج تلفزيونيه او برنامج يمكن ما بعرف بس شو رايك انه رح تقدمي فقره مسابقات هلا رح تقري لنا اسئله لايا تشوف اذا بتعرف جاوبهم وتقري لي اسئله لالي عندك مشكل ما عندي مشكل ابدا انا بحب يكون عندي تخبرك شغله وللمشاهدين ايه. انا عندي فكره كونسبت برنامج كونسبت برنامج كثير حلو شو يعني كونسبت كونسبت فسر له ما بعرف فرنساوي أربع مشتركين فنانين بسألهم أسئلة صعبة تينزلوا ويروحوا راسهم والخسران بيربح دعوة أوكي طيب اسأليها في أحلى منا تزل الفنان بدهم قرصة 100% وين؟ هول الأسئلة بتسأليها خمس أسئلة لآية وبعدين عشر أسئلة لإلي ليش أنت عشرة وهي خمسة؟ لأنه هي الخمسة هون أخذت نص العلامة لا لأنه في الحقوق اي شيء بزعلك قولي لي في يرفع دعوى عجاد اكيد بعطيكي هلا رقمي عندي قضاه كثير خلال كم سنه فقدت جزيره جرينلاند اكثر من خمسة تعقريله 5100 مليار طن من الجليد 20 او 30 20 صح كم قمرا اصطناعيا انا شايفه قمر واحد قدامي حبيبتي كم قمراً اصطناعياً تعليمياً تم الإعلان عن نشرها في مدارس مصر؟ 100 أو 700 غلط في أي مجال يمكن أن يساعد حقن الأجسام بدماء الشباب بحسب العلماء؟ إخفاء التجاعيد أو خفض الوزن؟ إخفاء التجاعيد حقن الأجسام بدماء الشباب والبوتوكس شو؟ بعدين في أي بلد صدر مرسوم يحذر قتل الكتاكيت الذكور بعد ولادتها بلجيكا أو فرنسا؟ بلجيكا غلط أي حيوانات أدى اعتمادها على البشر إلى تكلس الهرارة الهرارة مزبوط هذه لو بيعطوها لكل الفنانين قديش العلامة؟ أربع نقط على عشرة هي أوطى علامة بتجيبها هذا أوطى سكور بتاريخ البرنامج بتجيبها أربعة لا في مطرة جبت ثلاثة أنا يمكن ما بعرف أربعة على عشرة أنا علي جيب خمس أسئلة صح كرمال الحكي يا أي نوع حب ذكره الفنان حاتم العراقي في كلامه حب الوطن أو حب العمل الوطن أي فنان راحل تكلم عنه الممثل المصري كريم عبد العزيز أحمد رامي أو أحمد زكي؟ زكي الله يرحمه كان رجال غير شكله نعرفه أكيد عن أي بلد تحدثت الفنانة ماجدة الرومي الست الكبيرة العزيمة ماجدة الرومي لازم حبيبتي صديقتي ماجدة الرومي عندي سكوب لقلها بدي نزله على الجرس ما رح قلكن ياهن لا صبرين. أبداً مصر أو لبنان؟ لبنان صح أي شخصيات كرتونية ذكرتها الفنانة المصرية سهير رمزي
سنافر أو توم اند جيري؟ سنافر. غلط. ما اسم الرسام الذي قال الفنان المصري هاني رمزي أنه سيلعب شخصيته، معتز أو عادل؟ معتز. صح. ما هو الاسم الثاني الذي ذكره ذكرته النجمة المصرية روبي؟ نجمة روبي؟ نجمة؟ ايه طبعا. لا في اسئله بدكم تزبطوها. لا ام ابينا هي نجمه. ابدا ابدا. روبي غير اسم روبي. رانيا او ريما؟ رانيا او ريما. رانيا. صح. اي انا هذا الشيء ما بيصير في غلط عندي بالاعداد. نحن نعتذر. ابدا نحن نعتذر. اي اغنيه ذكرها النجم الجزائري الشاب خالد في كلامه؟ اغنيه سيلافي او عايشه؟ سيلافي. صح. أنا ما بفهم كيف نوال الزغبي قالت إنه منه عالمي. ما بعرف. كل حدا كل حدا عنده رأيه. عم تحرضي. كم مرة ذكرت النجمة مايا دياب؟ نجمة؟ مانا نجمة مايا دياب؟ نجمة؟ لبقلة لبقلة أعداد صفر. أنا ما بجيب حدا يشتغل معي. كلمة التجديد مرتين أو ثلاث مرات؟ مرتين. صح. ولا نجمة. منا نجمة؟ لا. طب شو بتعطيها لقب لمايا دياب؟ الكلونية. بهلوانية. من هو النجم الهندي الذي ذكر الفنان المغربي عبد الفتاح الكريني؟ الكريني. كريم. ما بعرفه. شاروخان أو سلمان خان؟ شاروخان. صح. آخر سؤال. عم تكبهم كب أنت. من هو الشخص الذي ذكرته الممثلة المصرية دينا الشربيني؟ ليش ممثلة مش نجمة؟ دينا الشربيني نجمة. ارفع دعوة. كبيرة. ارفع دعوة على الأعداد. فنانة ونجمة. مزبوط. النجمة دينا. محمد ياسين أو عادل سرحان؟ عادل سرحان. غلط. غلطة. 9/10. 8 عفوا 8 8 في مزبوط في 8 على 10. جبت آيا جابت 4/10 دوبل سكور. يعني معناتها آيا هي رح تعمل. بدي ارفع دعوة اللي رح تعطيها يا ستي دال. كوني قاسية قد ما فيكي. تفضلي. الخسران رح يشبق وجهه بساط بجاطة طحين. الله. حطي وجهك بجاطة. طب شو بنستفيد؟ بحب زل. طب بحب زل. تفضلي. طب خليني مثل ما كتار من الفنانين والفنانات لازم هيدا ينشبع على وجهن. تفضلي. يلا طحين. بس انا حطي مي قبل. لا شو عجينه عملني اسكالوب. ما بعمل 1/10 على 5. 1/5. يلا. شو حلو. عم تتخيل عم شوفها اكس ايجريك زد. منظر حلو. فشيتيني خلقي. حلو. هذا زل. انا رح فيه. شفتي قبل ما تشبقني فيه. شفتي فيني انسحب قبل ما تشبقني فيه. ايه خلصت. شكرا ست نضال. ميرسي على باي. وجودك معنا كان حضورك رائع. اوكي بحكيك. اوكي بس بدنا نقول للعالم انه هيدا الطحين خالصه متو مش هيك عم نستعمله لهيك شيء فما عم نكب قصص فينا نستعملها واكثريه القصص اللي بنستعملها بالبرنامج كرمال الدروبه بتكون قصص خالصه لا اذا عم ناكل منها اكيد ايه طبعا اللي عم نعملها بالدروبه ف مشاهدينا يعني انا ماني عارفه شو بدي اقول لكم بس بتعتبروا انه الشيء اللي صار معي هو عدل عملت هذا زل اسمه فبتمنى شوف تعليقاتكم على اليوتيوب انتوا عم بتخبرونا مين عن جد بيستاهل ياكل هالدروبه انا او جاد ناطرينكم على اليوتيوب تشانل مثل ما بتشوفوا شكلها لايا كثير غريب عجيب غريب عجين سوري غريب عجين شكلها هيدي كانت اخر الحلقه بنشوفكم بحلقه جديده